حياكم الله في فقرة الإسعافات الأولية. اليوم راح نكمل معاكم الحالات الطارئة المتعلقة بالحرارة. في الفقرات السابقة تكلمنا عن الجفاف والتشنجات الحرارية. تكلمنا وقلنا إن إذا الشخص كان عنده الجفاف أو التشنجات الحرارية وما قدرنا نسعفه، ممكن هالحالات تتحول إلى حالات أخطر اللي هي الانهاك الحراري وضربة الشمس. وراح نتكلم اليوم عن الانهاك الحراري وضربة الشمس. العلامات للحالتين هذه تقريبا متشابهة، واللي هي الغثيان، الدوار، التقيؤ، تشنج العضلات والإجهاد أو الضعف، وأيضا التعرق الشديد. كيف نسعف الشخص اللي عنده الانهاك الحراري؟ نخلي الشخص المصاب يستلقي في مكان بارد عشان يرتاح، ونقوم بإزالة أكبر قدر من الملابس اللي يرتديها أو حتى إذا كان يرتدي الحذاء. نبرد جسم الشخص باستخدام رشاش ماء بارد، وفي حالة إذا الرشاش مش متوفر عنا نستخدم قطعة قماش مبللة بماء بارد، ونضع القطعة هذه على الرقبة أو حتى تحت الإبطين. إذا الشخص استجيب وقادر يشرب شيء، نجيب للشخص مشروب يحتوي على الأملاح أو السكر مثل المشروب الرياضي أو العصير، وفي حالة إذا مش متوفر عنا هالمشروبات نعطيه بس ماء. وفي حالة إذا نحن ما قدرنا نسعف الشخص اللي عنده الإنهاك الحراري، ممكن الحالة هاي تتطور وتصير عندنا حالة ضربة الحرارة. وكيف نعرف إن هاي ضربة الحرارة؟ إذا كانت نفس العلامات في الإنهاك الحراري لكن عند الشخص هذا نوبة تشنج. وفي حالة ضربة الحرارة جدا مهم إن نبتدي نبرد جسم الشخص، إن إذا كان عندنا متوفر الحوض نعبي الحوض بماء بارد ونخلي الشخص يقعد في الماء البارد إن الماء يوصل لحد الرقبة. وفي حالة إذا الحوض مش متوفر عندنا بس ناخذ رشاش ماء ونرش عليه بماء بارد. وإذا لاحظنا إن الشخص ما يستجيب ومو قادر يتنفس لازم نتصل بالإسعاف. وما تشوفون شر إن شاء الله.